النهارده يا جماعه باذن الله طبعا عندنا بقى الايه؟ السكند روت، الطريق الثاني. احنا اشتغلنا لو تفتكروا طول الحصه اللي فاتت دهوت على الطريق يا جماعه نمبر 1 ولا نمبر 2؟ حد يفتكر؟ اشتغلنا يا جماعه في نمبر 2 اللي هو الزايلم. اخذنا الزايلم ستراكشر، اخذنا الزايلم بيتكون من ايه؟ اخذنا يا جماعه بدانا بقى اخذنا الزايلم فيزل، الزايلم تراكيد، الزايلم بارانكايما اللي هو الاتجاه يا جماعه which transport الووتر from down of the plant اللي هو الروت للستيم للليف. وضحنا وشرحنا بالتفصيل الميكانيزمز اوف سيريز فور ترانسبورتيشن اوف ووتر اللي هي الروت بريشر اللي قلنا غلط، وطبعا اتناقشنا ليه اخذنا الامبيبيشن غلط، الكابيلاريتي قلنا غلط، وقفلنا الحصه اللي فاتت بتاعه الترانسبيريشن والكوهيجن والادهيجن فورس. اما النهارده يا جماعه هناخد بقى الاتجاه الثاني. مين شاطر يقول لي الاتجاه اللي بيبدا من الاب والداون يبقى فلوم؟ طبعا اللي مذاكر سينيور 1 كويس هتبقى تلتين حصه النهارده بالنسبه له ماين، بلس علامه كبيره ان حصه النهارده يا جماعه انت محتاجها في سينيور 3. يعني لو سيادتك هتكمل علمي علوم مش داخل ماس 2 حضرتك محتاج الجزء الاخير في الحصه يا جماعه النهارده، لان ساعتها زي ما قلت لك في سينيور 3 هيتكتب لك بين قوسين كده في الكتاب او في الملزمه او اي ايه حاجه انت بتستخدمها you have learned in senior 2، يعني انت اشتغلتها في senior 2 خلاص. طيب انا النهارده عندي يا جماعه انا عندي الفلوم، تعالى كده نفتكر كلامنا عن الفلوم. احنا قلنا الفلوم ايه الفانكشن بتاعته؟ it help in transportation the ready organic food. بس حد فاكر العلامات اللي انا حاططها قدامك دي؟ ان ممكن لو الليف موجوده ابيكال يعني في اعلى مكان في البلانت يبقى it will transport ايه؟ داونورد. طب لو موجوده ان مودريت بوزيشن هتبقى ابورد و داونورد. طب ابورد يا مستر بتاكل مين؟ بتبعت الفود يا جماعه للبادز اللي هي عباره عن البراعم، للفلاورز اللي هي الزهور، للفروتس. وطبعا كشيء مهم جدا الفروت محتاجه كميه اكل كبير لان هي اللي بتخزن فيها الفود ماتيريال او في الفود سبستانس سواء للبلانت او لحضرتك. يعني انت اللي انت بتاكله بقى البسله دي او المزايه او البرتقانايه ده عباره عن الفود بتاع البلانت. البلانت ده انيولر، يعني ايه انيولر؟ سنوي، خلاص وقع فانت بتلم الفروت زي اللي هو عمال يشتغل فيها طول السنه. عشان كده حتى يقول لك عليها ايه بالعربي؟ يعني كلمه فروت بالعربي؟ محدش يقول فاكهه، اسمها ثمار. يعني ايه ثمار؟ اللي هو نتاج عمل، هو شغال يعمل فوتوسينس بروسيس طول السنه عشان يخزن لك البوزيشن ده عشان انت تاكله. والروت سيستم لتحت، يبقى انا يا اما الدايركشن بتاعي ابورد يا اما داونورد. طيب بالراحه كده هتلاقي الماتيريال دي اهي قدام حضرتك ان بيعمل الاكل يا اما بيحركه داون وورد يا اما اب وورد. ادي الدايركشن بتاعتنا. اللي باللون الاحمر ده الووتر والمينرال سولت، اول ما توصل للفلوم اللي هو باللون الازرق هيبدا يوزع يا اما اب وورد يا اما داون وورد، لانه لازم ياكل الروت. لان انا لو ما اكلتش الروت، الروت ده يا جماعه والويلت اند بلانت والفول داون بالبلدي كده اساس البيت، لو ما دعمتوش كويس البيت كله ايه اللي هيحصل له؟ هيقع، مع السلامه. طيب تعالى كده بالراحه، الفلوم ستراكشر يعني مكونات بقى الفلوم. مستر هو الفلوم ليه ايه؟ تركيب زيه بالظبط، زيه بالظبط يا جماعه زي الزايلم، بس بيختلف في ايه؟ ان كل واحد وليه تكوينه. انت هتلاقي كانك لو بتذاكر كويس في سينيور 1 هتلاقي ايه ده يا مستر عمرو، انا سمعت الكلام ده قبل كده. تعالى كده نفتكر مع بعض، او لو حتى مش فاكر راجع، حتى على الاقل انت حضرت الحصه وممكن تلقط معاك. عندنا اول حاجه يا جماعه اسمها سيف تيوب. بالله عليك ركز، تعالى كده نشوف السيف تيوب دي بتتكون ازاي.
اظن انتوا فاكرين التلات خطوات دولت. حد فاكر التلات خطوات دولت؟ اول خطوه قلنا ادي السيل بتبقى اوفر اتش اذر ان سلندريكال واي، يعني واحده فوق الثانيه كانك جايب كده يا جماعه بالظبط كان بيبسي فوقها الثانيه فوقها الثالثه. الخليه بالظبط بتبقى عامله كده واحده فوق الثانيه. قال لك يا جماعه الاكل جاي من تحت، حد يعرف ايه اللي يحصل؟ هنشيل ايه الاول؟ الترانسفيرز وول. لكن تعالى كده يا استاذ زهره، هو انا لو شلت الوول خالص انا الاكل جايه من فوق. تعالى افكرك بالحصه دي، لو انت عندك انبوبتين، الناس اللي فاكره معانا بالظبط، لو انت عندك انبوبتين حطيت في انبوبه يا جماعه صفايه والانبوبه الثانيه ما حطيتش حاجه، مين شاطر يقول لي؟ when we try to drop the cup of water number one then number two، حد يعرف ايه اللي هيحصل؟ نمبر 1 هينزل اسرع، اول كده يا جماعه ما هتنزلهم زريبو هينزلوا كلهم مره واحده كده اهو. انت جايبهم من فوق هينزلوا لحد تحت كده يا جماعه فجاه مره واحده، ليه؟ ما حدش عطلهم. طب الناحيه الثانيه هيقفوا هنا شويه، هل هينزلوا على طول؟ طبعا لا. ايه اللي هيحصل؟ ان الميه يا جماعه هتقف في المكان ده، وحضرتك لما هيعدي هيعدي جزء ولا الكل؟ وهكذا. يبقى انا بطأت الموفمنت اوف ذا اسكنت اوف ذا ماتيريال، يعني الماده اللي نازله انا بطأتها. طب ايوه يا مستر، حضرتك عايزنا الكيس دي ولا الكيس دي؟ تعالى حضرتك احنا بنتكلم النهارده على ايه؟ ميه ولا اكل؟ اكل، ريدي فود، ريدي اورجانيك فود. طب دلوقتي السيل اللي على الجنبين هنا اللي عند الاكسات دي محتاجين ياكلوا ولا مش محتاجين ياكلوا؟ مين شاطر يقول لي؟ في اهنه مكان مش هياكلوا؟ الانبوبه الاولى ولا الثانيه؟ الاولى، لان الاكل هينزل مره واحده مش هيعدي عليهم. لكن في الانبوبه الثانيه انا هسمح للبلانت ان يبطئ الاكل هنا، فيبدا الجناب تعمل ابزوربشن اوف ريدي اورجانيك فود. انا بحاول انقل لك الصوره ببساطه. تعالى بقى هنا، يبقى انا اعمل ايه بقى النهارده؟ ابو زهره قال هنشيل الترانسفيرز وول خالص، هل ده صح؟ هو انا لو شلت الوول خالص ايه اللي هيحصل؟ الاكل هينزل ايه؟ هبد مره واحده، الجناب مش هتاكل. فعملنا ايه يا جماعه؟ قال لك بالبلدي كده عملنا بيرفوريتد. كلمه بيرفوريتد يعني اصبحت الجدران مثقبة بالبلدي كده، فيها فتحات. طب يا مستر الفتحات دي هتعمل ايه؟ هتقول لي الخطوه اللي بعد كده. حد فاكر البروتوبلازم في الزايلم اللي حصل له؟ اتشال صح؟ لكن النهارده هيفضل موجود منه السيتوبلازم بس على شكل سترانز. سيتوبلازميك سترانز يعني ليكويد ما بقاش موجود، ده عباره عن نعناع على شكل خيوط مرفوفه من اول فوق لحد تحت. افكر حضرتك وانا بهزر معاك في الخطوه دي، خطوه السيتوبلازم، قلنا ساعتها لو تفتكر، لو عندك، لو سيادتك ربنا كرمك كده اشتغلت حرامي وطالع تسرق شقه في الدور الرابع، حد فاكر؟ وداخل عليك اهل البيت من بره، هتضطر اسفا ان انت تعمل ايه؟ تنط من الشباك على المواسير، اللي هو حضرتك الشخص ده هيروح نازل على المواسير. قلنا يا جماعه وانت نازل بتحتاج انرجي ولا ما بتحتاجش؟ بتحتاج، ان انت ماسك ومركز، ده انت ماسك قوي وانت هتزحلق يا تبطه. فحضرتك اللي بيحصل ايه يا جماعه؟ ان بالبلدي كده اللي فوق دي الليف بتعمل ايه؟ بروسس، فوتوسينس بروسس، ويتش فورم ده
ريدي اورجانيك فود. فالريدي اورجانيك فود دي يا جماعه بيحصل لها ايه؟ بتيجي كده طالعه من الليفا ايه ونط على الحبل ده وتبدا تمشي. هي ليه عندها الضمان ان هي لو مسكت في الحبل هتعدي؟ لان الحبل يا جماعه اللي هو السيتوبلازميك ستراند داخل في الفتحات ولا في الاماكن المقفوله؟ في الفتحات. فعشان كده الفتحه دي او الخطوات دي اسمها سيف بليت. الستراندز دي اسمها سايتو بلازميك ستراندز. كل السيل دي من اول البليت ده للبليت ده اسمها سيف سيل. كلها على بعضها اسمها سيف تيوب. يبقى ركز بالله عليك، انا دلوقتي اهو سيف بليت سيتوبلازميك سترانس سيف سيل سيف تيوب. مين شاطر يا جماعه يقول لي؟ حد فاكر يعني ايه كلمه كومبانيون سيل؟ ها؟ السيل اللي جنبها اللي هي هنا يعني يا مؤيد؟ حد فاكر يعني ايه كومبانيون سيل بالعربي؟ خليه مرافقه. هو مين اللي عملناه خلانا يحصل له حادثه؟ قعدنا هزرنا وقلنا ان هو هيحصل له حادثه وكله هيمشي وهيسيبه وهو اللي يلبس معاه. تقريبا زياد نوار. فين زياد؟ ازيك يا زياد؟ ده نايم. قلنا يا جماعه لو تفتكروا ساعتها هزرنا، انا فاكر يعني، وقلنا تخيل انت نازل من الدرس وراحت هوب عربيه بعد الشر يعني شايله زياد نطرال فوق، مين اللي هيلبس وهيروح معاه المستشفى؟ حد فاكر مين في الاونلاين دلوقتي اهو؟ ازيك يا رؤى؟ ملوش دعوه بيه يا مصطفى، ملوش دعوه بيه، حتى ابن عمك مش عايز يا رؤى. وطبعا يا جماعه قلنا لو تفتكروا ان زياد بعد الشر لو راح هيروح معاه فاروق، هيشتغل معاه ايه؟ يقول لك في المستشفى ده هيبقى الايه؟ المرافق ليه. يعني ايه مرافق؟ اللي هو هيقعد يا جماعه زياد انا عايز ميه، ما هو متجبس بقى، يجيب له كوبايه ميه، تعالى هشتري الدبانه من على مناخيري، انا عايز اخش الحمام، جيب لي اكل. حضرتك طول الوقت هو المرافق اللي هو بيعمل لي بيساعده. السؤال بقى فاروق في الفتره دي، فاروق في الفتره دي هل هيبقى اكله عادي ولا اكتر؟ ليه؟ هيحتاج انرجي اكتر عشان يعمل الشغل بتاعه وبتاع اللي جنبه. فجيت قلت لك الكومبانيون سيل كونتينز حاجتين زياده، رايبوسومز وميتوكوندريا. حد فاكر من سينيور 1 دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه؟ اقسم بالله الكلام كله قديم. ها الرايبوسوم بيتكون ايه؟ بروتين. والميتوكوندريا الانرجي اللي هي. يبقى لو جيت قلت لك الكومبانيون سيل بتعمل ايه؟ خليها مرافقه، بتعمل بتطلع كميه بروتين وكميه انرجي عاليه تكفي الكومبانيون سيل وتكفي السيف سيل اللي هي الحته يا جماعه اللي بادئه من عند الخط الاصفر للخط الاصفر، لازم لها كومبانيون سيل ايه جنبها. عشان كده لو قلنا على الفلوم اقول عليه dead ولا living tissue؟ dead ولا living؟ ليه living؟ عشان في نيوكليس. يا مستر ده في الكومبانيون ماليش دعوه، ما هو ما دام في نيوكليس يبقى هو كايه حي. اما الزايلم هل كان في نيوكليس؟ كان كل البروتوبلازم بيتشال وبيتبقى بس السليلوز وبحط عليها طبقه لجنين. طب يا مستر ادي الليبلز تاني، يلا بينا. نمبر 1 اقفل يا ابو زهر سيف بليت. نمبر 2 سيتوبلازميك ستراند. نمبر 5 نيوكليوس. نمبر 4 كومبانيون سيل. نمبر
3 سيفتي وبيبقى جنبهم يا جماعه برانكايمز عاديه خالص. ده منظر الشرح اللي احنا لسه شارحينه اللي هو السيف بليد وسيف بليد ثانيه اللي ما بينهم في النص اسمها سيف سيل. النقط دي سيتوبلازميك ستراند عندنا كومبانيون سيل وفيها نيوكليس والشكل بالعرض اهو الكومبانيون سيل بايه صغيره في الجنب وبيبقى حضرتك عندك سيف بليد. مستر مش فاكر الرسمه دي، تعال افكر الناس كلها ده احنا من اول السنه نعمل كده صح ورو عاملين كده. من شاطر يقول لي اللي انا بشاور عليها ايه واللي بشاور عليها ايه دي غلط. اتفضل يا مؤيد. اللي ايه اللي تحت دي كومبانيون سيل، برافو، فيها نيوكليس، لكن اللي فوق سيف تيو اللي هي حضرتك دواير كده. حد يعرف ايه الدواير دي؟ اللي هي السيف بليس من فوق الفتحات. يعني لو جيت قلت لك النقطه الزرقاء دي ده الطريق اللي بيمشي فيه مين؟ سيتوبلازميك ايه؟ ستراند. حاجه صعبه يا جماعه؟ في صعوبه كده يا شباب؟ طبعا عندك بعد كده الايه؟ البارانكايمس احنا ايه؟ واخدينها. طيب ركز، يبقى انا البارانكايما بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا. الكومبانيون سيل بتطلع انرجي وبروتين للسيف بليت السيف سيل. السيف سيل هي اللي بتنقل السيتوبلازم اللي بيبقى ناقل الاكل من فوق لتحت. هاني بتعمل ايه؟ ممكن تركز حصه؟ تكتب ايه؟ ها؟ تعالى كده يا جماعه بالراحه. يبقى دي ليها طريقه او امبورتنس، دي ليها امبورتنس، دي ليها امبورتنس. مين شاطر يا جماعه يقول لي عشان كده قلنا الفلوم عليه ايه؟ سمبل ولا كومبلكس؟ ليه كومبلكس؟ لانه بيجمع من اكتر من ايه؟ بروبريتي، كل واحده ليها وظيفه معينه. طيب تعالى كده بقى بص، عندنا ثلاث تجارب. مستر فكره التجارب ما فيهاش اي مشكله يا جماعه النهارده، مش تاخد من حضرتك وقت خالص. أول تجربة إحنا أخدنا قبل كده يا جماعة لو تفتكروا، حد فاكر الكلام اللي أنا بكتبه على البورد ده؟ (12H2O) Sunlight C6H12O6 6H2O plus 6O2. مين شاطر يا جماعه يفكرني بالحاجه دي؟ فوتوسينثيس بروسس. احنا شرحنا قبل كده ان الـ O2 جاي من مين؟ من الووتر. حد فاكر كانت تجربه العالم اسمه فان نيل، وبعد كده جاء كاليفورنيا كووركرز اشتغلوا عن طريق الاكسجين ايزوتوبس اللي هي كانت 16W18. صح معانا بقى. النهارده جاء عالمين منهم عندك واحد في الكيمستري اسمهم رابيدن وبور، عايزين يثبتوا ان السي بتاعه الجلوكوز. مين شاطر لو اي عيل صغير معدي في الشارع السي بتاعه الجلوكوز هتبقى جايه منين؟ كربون دايكسايد. هل في اختصار تاني؟ يعني بالبلدي فان نيل كان عنده حق. ليه؟ لان حضرتك ما كانش عارف الاو دي جايه من الاو دي ولا الاو دي، لان عندي 2 او، لكن المره دي الكربون دي، هل في كربون تانيه هنا؟ هي ما فيش غير واحده، مش هنهزر يعني. فرع عامل ايه؟ جايب بلانت وحاطط كربون دايكسايد جاز بس سي 14. من شاطر يا جماعه يرفع ايديه، ايه السي 14 ده؟ الايس توبز اللي هو نوعه نورمال ولا راديو اكتيف؟ تمام، لان السي اساسا كام؟ 12. الله ينور عليكم، اللي بيجاوب ده مذاكر كيمستري كويس. وراح جايب يا جماعه النبات حاطط كده جلاس جار غطا زجاجي عرضه للسان لايت. ايه اللي حصل؟ اكتشف ان البلانت يا جماعه لما عمل الفوتوسينس بروسس برودكتس سي 6 H12O6 هيبقى السي كام؟
حاجه صعبه. يبقى ده دليل على ان الكربون دايكسيد جاز هو السورس بتاعه الجلوكوز اللي موجوده عندك اللي بتخرج في الفوتوسينثس، تمام؟ مفيش اي مشكله. جاء عالم تاني عايز يعرف ان فعلا الفلوم هو اللي بينقل الريدي اورجانيك فود. طب يا عم الحاج، ما احنا في اول الحصه كنا بنتكلموا في الموضوع ده، ان الاتجاه اللي لفوق مين؟ زايلم، وده بينقل ايه؟ ووتر ومينرال سولت. والاتجاه اللي تحت اللي هو مين؟ انت بتشتغلني ولا ايه؟ ركز يا علي، اتفضل يا عم، حضرتك عايز ايه؟ قال لك انا حاسبت لسيادتك ان فعلا النبات بينقل الريدي اورجانيك فور عن طريق الفلوم. ازاي؟ جاب حشره اسمها الافيد انسكت، ودي بالعربي اسمها حشره المن. ايه حشره المن دي يا جماعه؟ دي عباره عن حشره بتتميز ان هي عندها بروبو 6 اللي هو عباره عن تقدمات في الفم كده يا جماعه، لوك لايك اللي هو الخرطوم بتاع الايه؟ الفيل. طيب البيرسينج ماوس بارت بتاعه الاخت افيد انسك دي هتساعدني في ايه؟ هشاور لك عليها الاول اهي. شايف سيادتك؟ بالبلدي كده عندها زي منقار. بتعمل ايه في المنقار ده حضرتك؟ بتروح جايه على البلانت ومدخله المنقار، انا عامل لك لونه احمر، ويوصل لحد مين؟ الشكل ده الفلوم. وتستنى، ها شايف حضرتك اللي جاي من فوق ده ايه ده؟ هوب، تروح عامله له ابزورب يدخل المعده بتاعتها. ده ملخص اللي بيحصل. فراح الراجل اللي هو ميتلر ده قال لك بس انا هعمل ايه؟ هخلي الانسكت وهي بتاكل اقطع جسمها، يعني اخدها كده واقطع جسمها اهو، واطلع بالفروسيبس الايه؟ البيرس دوت اللي هو البيرسينج بارد، وفي نفس الوقت اعمل انتر ترانسفير سيكشن في النبات في المكان اللي هي قطعت فيه. تاني بالبلدي بقى بالعربي اهو، هخلي الحشره وهي بتاكل اقطع جسمها واخد محتويات الاستومك وابدا اعمل لها انالايز، وبعد كده اروح مطلع بقها اللي هي مدخلاه جوه البلانت مطلعه بره واشوف ايه الحاجات اللي موجوده جواه، وبعد كده اقطع النبات بالعرض واشوف البقها ده كان واصل لحد فين، عامل بنتريشن لحد فين. ركز، جمع هو المعلومات، لان الاستومك بيحتوي على امينو اسيد وسكروز. من شاطر يفكر، امينو اسيد وسكروز دي عباره عن ايه؟ هل ده ووتر ومينرال سولت؟ دي عباره عن حاجات ايه؟ ريدي اورجانيك، لانها مش موجوده في النبات، لان صار صنعها، يبقى صنعها عن طريق ايه؟ العمليه فوتوسينثس بروسس. حمزه، حمزه ايوه، هو انت اللي بتدخل من بره ده يا حمزه؟ لا انا ما دخلتش من حاجه. شكرا. المخابرات العامه بس احنا طرقناها قبل دي. بس هو الحصه اللي فاتت برضه انا ما جيتش، بس كنت مكتوب في الحضور. يا راجل صدق دخل والله المره اللي فاتت. طيب حضرت المره اللي فاتت. طيب شكله مجنده، انت مش مجنده بقى يا حمزه؟ انا ما اعرفش ولا حاجه الصراحه. طيب تمام. هوب يا شباب، الماوس بارت بصوا فيه لقوا برضو سكروز وامينو اسيد. معلش انا اسف بقى للغباء في الكلام. يبقى الماوس بارت فيها نفس المكونات اللي في الايه؟ في الاستومك. يبقى مازال الموضوع او العمليه البروبرتي مستمره. راحوا جايين قاطعين في النبات، ايه رايك؟ ايه المفاجاه اللي هيلاقوها؟ ان منطقه الفلوم فيها ايه؟ امينو اسيد وايه؟ وسكروز. يبقى اربط الكلام كله ببعضه. يبقى البلانت افتر ميكينج ده فوتوسينس بروسس،
it formed ready organic material which transported by ملي بينقلها cytoplasmic strand inside the الفلوم. يبقى الفلوم هو اللي بينقل. هل الزيلم بينقل؟ والدليل على كده ان نفس المحتويات اللي في الفلوم هي في البيرسن ماوس بارت هي اللي موجوده في بطن الايه الحشره. حاجه صعبه يا جماعه. حضرتك هتلاقي اهو الاوبزرفيشن الفود باس ثرو ذا ماوس انسكت تو ستومك السامبل اوف سي تيوب كونس اوف اورجانيك ماتيريال سكروز وامينو اسيد ويتش مانيفاكتشر ذا ليف البروبوسيكس يا جماعه appeared which inserted inside the tip tube. كل الكلام مرتبط ببعضه. يبقى ده دليل ان الساب اللي بيتكون او absorbed by the insect هي اللي في الفلوم هي اللي اتكونت في البلانت leaf. حاجه صعبه يا جماعه. كله اللي يسيب اللي في ايديه وركز لان الحته اللي جايه انت محتاجها زي ما قلنا في سينيور ايه 3. بالله عليه الميكانيزمز اوف ترانسبورت اوف اورجانيك سبستانس. تعالى كده يا جماعه اشرح لحضرتك نظري الاول وبعد كده نشوف الفيديو اللي هتشوفه دلوقتي وفي ثالثه سنه وان شاء الله. حضرتك نبات اسمه نبات الايلوديا ده عباره عن اكواتيك بلانت. اكواتيك يعني نبات مائي. الفكره قال لك عنده سيتوبلازم زيه زي اي سل. بس العلماء بصوا تحت الميكروسكوب لقوا ان الجرين بلاستد بتتحرك. طيب حد فاكر تركيب الجرين بلاستد؟ اخدناه السنه دي. هل الجرين بلاستيد يا جماعه اللي هي الاستروما والجرانا والكلام ده هل كان طالع منها سيليا؟ هل كان فيها بيزيدو بود زي الاميبا يعني اقدام كده بتمشي بيها؟ هل فيها رجلين؟ طبعا لا. يبقى السيتوبلازم هو اللي شايل مين؟ الجرين بلاستيد وبيتحرك بيها. نعيد تاني. العالمين اسمهم ساين وكاني. عملتوا ايه يا عم الحاج؟ قال لك اكتشفنا تحت الميكروسكوب ان البلانت جرين بلاستيد بتتحرك. لما درسوا تركيب الجرين بلاستيد ما لقوش فيها اي وسيله من وسائل الحركه نعناعي. فقعدوا يفكروا قالوا ايه؟ قالوا ان اكيد المكان اللي هي ماشيه فيه من ثالثه ثانوي اهو. ايوه السيتوبلازم عنده الابيليتي ان هو يتحرك. الفيديو اللي انت هتشوفه دلوقتي يا جماعه مش 3 دي، مش عالم كده عامل او واحد بتاع جرافيكس عامل 3 دي فيديو، لا ده حضرتك الفيديو حقيقي. نقرب او نعمل فوكس على السل. انا كده حد ملاحظ حاجه؟ ممكن بس نطفي النور ورا بس حد يصحصح الخولي معانا عشان الخولي نام. طفي النور يا عمار، طفي النور يا اسماء. بص حضرتك ادي اقرب، ادي اقرب واحده. بص على الخط ده هتلاقي الجرين بلاستيد بدات ان هي تتحرك. بما اننا شفنا الموضوع، نعيد النور تاني معلش. بما اننا شفنا الموضوع يا جماعه قصاد حضرتك، هل الجرين بلاستيد في الحقيقه بتتحرك؟ قلنا لا. امال هم اثبتوا ايه؟ اثبتوا ان السيتوبلازم عنده كومبليت سايكليك روتيشن، يعني حركه دائريه كامله. الحركه الدائريه الكامله دي وهو بيلف بيبقى شايل فوقيه مين؟ الجرين بلاستيد.
فتبان كأنها بتت ايه بتحرك. الحركة دي جماعة اللي هي الكمبليت سايكليك روتيشن اسمها سايتو بلازميك ستريمينج، حركة دورانية للسيتوبلازم. وقال لك الحركة دي يا جماعة مرتبطة بالاكتف ترانسبورت. من شاطر يرفع ايديه يقول لي بما انها محتاجة للاكتف ترانسبورت يبقى عايزة. السؤال بقى يا ابو صمادة، هو انت محتاج الانرجي يبقى انت لازم تعمل ريسبيريشن ولا لا؟ تمام. تاني حاجة، هو انا لما اقل نسبة الاكسجين ايه اللي يحصل؟ الريسبيريشن يقل فالانرجي تقل، فنقل المواد جوه البلانت تزيد ولا تقل؟ ها؟ يقل. تمام. يعني حضرتك السطرين اللي في الاول دولت ان هي بتحتاج انرجي عشان تنقل. بص الكلمه دي عشان وقعت سينيور 2 السنه اللي فاتت، البلازمودزماتا. ايه البلازمودزماتا دي يا مستر؟ ان حضرتك لو جيت قلت لك بالله عليك ركز، ايه الفرق ما بين نمبر 1 ونمبر 2؟ نمبر 1 عمالين نعيدها من اول الحصه اسمها ايه؟ سيتوبلازميك سترانس. طب نمبر 2 البلازمو ديزماتا. حتى بص يا جماعه عند حضرتك دي عباره عن سيتوبلازميك ستراند كونكتد ما بين مين وبين مين؟ الكومبانيون سيل بالايه؟ بالسيف تيوب. بالله عليك ما تنساش طولي لونجيتيدنال سيكشن سيتوبلازميك ستراند ترانسفيرز يبقى لازمو ديزماتا. حاجه صعبه يا جماعه. وزي ما قلنا ان هي عباره عن في عدم او نقصان الاكسجين بسبب نقصان درجه الحراره. لو درجه الحراره قلت بالنسبه للبلانت كميه الاكسجين تقل فالحركه هتقل. عشان كده تعال نحل سؤال التست يور سيلف اللي تحت. يلا بعد اذنك. حد قرا يا جماعه عشان يحل والناس بتتكلم؟ ها بي لوور، ها هاير. ليه هاير يا وائل؟ هنا مناطق معتدله الحراره، يعني درجه حرارتها زي ايه بلادنا كده. كولر او كولد ريجن درجه الحراره هتبقى اكتر ولا اقل؟ اقل. فالحركه هتبقى اكتر ولا اقل؟ اقل. يبقى المناطق اللي هي درجه حرارتها احسن هتبقى اعلى. تمام يا جماعه؟ ايه في الاوكسجين بيبقى اقل. افتح جزء الهوم ورك. احنا بيدج كام يا جماعه؟ ها؟ يلا بينا كده بالراحه بالله عليك. هنمشوا بالترتيب. يلا يا شهد. In the opposite figure when we removing the ring، لما نشيل الجزء البيج ده. ايه الجزء البيج ده يا جماعه؟ اللي هو الفلو، لان هو مش هقول لك بره اهو. الابيض ده الزيلم والبيج ده الفلو. Which of the following except to happen، يعني ايه اللي ممكن يحصل ما عدا؟ Expected ممكن هيحصل، ده اللي هيحصل. ها ايه؟ Water will not reach، ده الفلو. دي
الامينو اسيد والشجر ولا مش هيتنقل؟ اسماء اتفضلي اسماء. All of the following happen on removing the structure number 2. احنا لسه شرحين الكلام ده دلوقتي. كان في اجزاء من الهوم ورك على الفلوم يا جماعه. يلا يا استاذه. Except C الجروث اوف تيشو والستوب. لا اللي هيحصل ان التيشو عمره ما يبقى زايلم. مش هينقل الميه. اتفضلي يا استاذه هنا. الاستراكشر نمبر 1 شير والاستراكشر نمبر 2. 1 و2 مرتبطين مع بعض بوجود ايه؟ سيتوبلازم. واحده على شكل نقط والثانيه على شكل سترانز. يلا يا ملك. Which of the following substance passes from cell number 1 to cell number 2؟ الجلوكوز. تمام. مستر ده كان في التجربه السكروز والامينو اسيد. حضرتك التجربه دي عباره عن تجربه على بلانت معين. فعشان كده لقينا كده. نمبر 3 اتفضلي يا شيماء. Which of the following determines the rate of water movement from the root to the leaf؟ A ال water absorption through the root hill. نمبر D ال evaporation بتاع الووتر ده لو حصل هشد النبات لفوق الميه لفوق. ناس مكروتين يا جماعه في الهوم ورك. نمبر 4 اتفضلي يا شهد. Which of the following substance have the ability to absorb؟ سي شكرا بكتين والجنين عندهم كولوديال ناتشر. نمبر 5 حنين. Which of the following factors help the cultivation of the plant in a pot after keeping in a glass water؟ A leaving the plant exposed to the sun for long period of time. In moist soil. Which of the factors is the cultivation محتاج ميه in a glass of water؟ اه لا شمس. يبقى ايه؟ number 6. يلا يا وائل. Which of the following statement doesn't agree with the nature of lignin؟ تمام ما بيعديش ده امبريمبل. نمبر 7 اهنو شكل صح يا باشا. بي غلط. ها دي كل ما الترانسبيريشن يزيد كل ما الووتر فلو يتزق اسرع. ابو صماده. Which of the following doesn't agree with keeping the water column؟ ايه الادهيشن فورس ملهاش علاقه. كويشن 1 اتفضل يا علي في بنك المعرفه. الكوهيشن والتنشن. تمام. طيب قبل ما نشرح بنك المعرفه يا جماعه اتكلم على ايه؟ اتكلم على ان الووتر موليكيول بينها وبين الموليكيولز اللي موجوده في الجناب حاجه كانت عليك في ميدل 1 اسمها حد ذاكر؟ هيدروجين بوند. برافو. فالهيدروجين بوند لابد ان تكون موجوده يا جماعه ان ذا تو بوزيشن سواء في الجناب او في النص عشان تربط الموليكيولز مع ايه؟ مع بعض. دي المعلومه الوحيده اللي اكد عليها في الجزء ده. يبقى انا لو جيت قلت لك الادهيشن فورس بتعتمد على ايه؟ على ايه بوند؟ الهيدروجين بوند اللي هي بتربطهم من الجناب. يعني عناعي اتنين ركز. يلا يا ابو زهره السؤال الثاني. ايه ده؟ ميه من تحت لفوق زايلم. تمام. مؤيد السؤال الثالث. سي نو بيكوز اديشن فورس. تمام. هي بتعتمد ما بين السبيس ما بين الموليكول. تمام لسه شرحناها. نمبر 5 يلا يا زياد. هاي سويل مويستر. تمام. السؤال السادس سؤال مرتبط يا جماعه بالجراف. بيقول لك
The graph proves the relation between the time of the day and the rate of water flow. أنه وقت كان الابزوربشن is the greatest. هيبقى عندك ما بين الساعة 12 للساعة 8 أو 6. 6 إي اللي بعده مين عليه الدور؟ فاضل ياسين. Water by imbibition. The imbibition is the movement of water in an area. تمام. من أقل في السليوت لأعلى. بس الامبيبيشن يا باشا مش كده. الامبيبيشن بتبقى عن طريق الابزوربشن. ده الشرح ده شرح الروت بريجر. الشرح ده شرح الروت بريجر. دي ايه الصح؟ تمام يا ياسين؟ السؤال الثامن. يلا علاء. دي بتحتاج كل ده. الايفابوريشن والفوتوسينسس والزايلم فيزل كابيلاريتي كلها بتساعد. السؤال التاسع. سيف. بي. لا احنا قلنا جوه وبره. ليبل 1 وليبل 2. انت قلت بي ولا دي؟ يا جماعه وضحوا عشان بي ودي بقت مختلطه اليومين دولت ما شاء الله. يلا قطري. ها ستارش 11. برافو يا مازن. انكريز وانكريز. كل ما الترانسبيريشن يزيد كل ما هحتاج لميه اكتر، لان طبعا هنا معرضه للسان لايت او لضوء عموما. نزيه 12. بيقول لحضرتك ترانسبيريشن. تمام. all of the following 13. هاني. A student studying the of water through xylem tissue is thick and celery. They accidentally introduce some air bubbles. تمام. النبات هنا هيموت. أنا واحدة. تمام. نمبر 15. اتفضل يا حازم. ديفيوجن. تمام. ان الووتر فيبر هتخرج بالديفيوجن. تاني هنا بيقول لك وات ذا تنشن بقى ان ذا ايه ان ذا زايلم هايست. لا ما هو التنشن هايست اللي هي ايه اللي هو الايه الكوهيجن برضه في وجود الشد ان انت بتشد الميه بسبب الحاجات دي هي برضه هتبقى من 12 لحد 6. سبنتين. إيهاب. إيهاب. بي. تمام. جوه الزايلم. إيتين. خولي برضو لسه ما خدش الملزمة بتاعتك دي. الروت بريجر is the main force of sap ascension in all of the plant. إيه؟ حد فاكر البينس بلانت ده من انه نوع؟ قلنا هم الكائنات اللي هم اسمهم ايه؟ النباتات اللي اسمهم ايه؟ كونيفرز. تمام. 19. اتفضل يا محمود. سي. تمام. تماسك الميه جوه. 20 اعلى كميه. اعلى كميه هتبقى الساعه 12 لما يبقى اقل مكان. في سؤال بقى عكسه. اقل كميه هيبقى ال 24 دي. might occur during the plant transplantation. صوت يا جماعه. عمار ادهم. سي. ممكن اير بابلز تدخل. The widely accepted theory اللي احنا قلنا عليها اللي هي
C cohesion وتنشن. 24 خولي خولي غلط كله سواء ده او ده بينفع. اخر سؤال شهر. Transpiration pooling is initiated by the movement of water from leaf to surrounding air. البروسيس اسمها evaporation.